السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالمتابعين الأعزاء. فيديو النهاردة هو تكملة للفيديو بتاع امبارح اللي فتحنا مع بعض فيه كرتونة ألعاب جديدة كان فيها شوية ماكتات حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، لكن الفيديو بصراحة طال مني فحبيت أخلي الكرتونة دي في فيديو لوحدها. بإذن الله الموديلات اللي هتشوفوها هنا لسه كلها موديلات جديدة، ما تعملش عنها أي فيديوهات قبل كده، فخلونا مع بعض نفتح الكرتونة. احنا شايفين عربية من العربيات السبورت، الناس اللي بتحب العربيات السبورت عربية حجمها كبير، بصراحة لسه مش عارف هي دفع خلفي ولا رباعي، لكن في الغالب هي دفع خلفي. ده شكل الكرتونة بتاعتها. عندنا كمان عربية مرسيدس ماكيت، دي برضو شغل جديد. قطعة تانية لون تاني. عربية معدن سوست، بصراحة مش متأكد هي معدن ولا بلاستيك، بس بشكل عام بيعجبني موضوع السوست في العربيات ده. قطعة لون تاني. عربية بريموت كنترول حجم صغير شوية. عربية نجل، الناس بتعتبر عربيات النجل لونها أصفر كده والريموت شكله أصفر، ريموت 2.4 جيجا هرتز، هنكتشفها مع بعض لما نعمل عنها فيديو كامل. في حد كان سألني على دبابة بريموت كنترول، دلوقتي موجودة دبابة بريموت كنترول، إن شاء الله برضو هنعمل عنها فيديو كامل ونكتشف هي بتشتغل إزاي. عربية صغننة برضو بريموت كنترول دريكسيون، العلبة بتاعتها شكلها حلو. عندنا كمان مرسيدس باللون الاسود، عربية برضو مرسيدس زي شايفين الريموت شكله حاجة بنت ناس والله. عربية مرسيدس وفي نفس الوقت بيك اب، بصراحة مش عارف ده منطقيا تقريبا في حاجة كده على أرض الواقع، بصراحة مش متأكد، لكن هنكتشفها مع بعض برضو في الفيديو الكامل بتاعها. عندنا لون أصفر حلو، بدأت أقتنع بيه إن هو لون حلو بعيد عن البيض اللي بنشوفه من ورا اللون ده، لكن ما ننكرش ان اللون ده روعة. طيب انتظروا فيديوهاتنا الجاية بإذن الله عما قريبا جدا، كل العربيات الجديدة دي تنزل عنها فيديوهات كاملة على قناتنا على يوتيوب، كمان التشكيلة بتاعت امبارح اللي موجود منها على اليوتيوب تمام اتفرجوا عليه، واللي مش موجود هنعمل له فيديوهات جديدة بإذن الله. في كمان كرتونة او اتنين جايين في الطريق بإذن الله يكون فيهم موديلات، واثق بإذن الله إنها تعجبكم جدا. أتمنى لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.